بالفعل يسدل الستار الآن على أولى المراحل في إطار الانتخابات ضمن مجريات المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو الذي احتضنه مخيم الداخل للاجئين الصحراويين. قبل لحظات تم الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى المخصصة لمنصب الأمين العام لجبهة البوليساريو رئيس الجمهورية الصحراوية، تلك التي فاز فيها إبراهيم غالي بنسبة 69%، أي بتعداد حوالي 1253 صوتا من تعداد الهيئة الناخبة. وبالفعل تم إعلانه رسميا أمينا عاما لجبهة البوليساريو في عهدة قادمة. جدير بالذكر أن المرحلة الثانية هي مخصصة لانتخابات مكتب الأمانة الوطنية، والتي أعلن عن تعداد المترشحين الراغبين في الانخراط فيها بتعداد 108 مترشح كلهم أبدوا رغبتهم من أجل دخول خوض غمار هذا السباق المخصص لأعضاء المكتب الأمانة، والتي من المرجح أن يكون يوم غد إن شاء الله الانتخابات المخصصة لهذا الهيكل القيادي في جبهة البوليساريو.